تحياتي هذا اليوم الدراسي من قبل مركز التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية والنفسية في كلية التربية. هذا اليوم يتناول إسهامات علماء النفس المسلمين القدامى والمعاصرين في تأصيل علم النفس الإسلامي. طبعا من خلال هذه المسائل يتطرق إلى مواضيع متعددة، يتطرق إلى المصطلحات النفسية الغربية وكيف تم تأصيلها إلى علم النفس، مصطلحات متعلقة مثلا بعلم النفس الإيجابي.